أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن إطلاق المعسكر الرياضي الثاني لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج بمدينة شرم الشيخ. وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم إن المعسكر سيبدأ من 16 وحتى 21 من يوليو المقبل، مشيرة إلى أن هذه المعسكرات تسهم في زيادة المعرفة لدى الأطفال حول العادات والتقاليد المصرية، بالإضافة إلى زيادة الوعي والإدراك والتأسس على مفاهيم صحيحة أو مفاهيم صحيحة. وأعلنت السفيرة نبيلة أنها ستشارك في فعاليات المعسكر، مؤكدة حرصها على نقل قيم الثقافة المصرية للأجيال الجديدة من المصريين بالخارج.